وده اول حاجه احنا نخلي بالنا منها، ان طول ما احنا في الدنيا وطول ما احنا عايشين في الدنيا العظيمه اللي احنا فيها دي، فدي ارض ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنه، والله عز وجل جعل بعضنا لبعض فتنه، اتصبرون؟ لكن اللي عايش بقى بسقف توقعات عالي قوي، واللي عايش عشمان قوي في اللي قدامه، وعشمان قوي في اصل انا بحبها، اصل انا بحبه، فاستحاله اللي بحبه يجي لي منه اذى، فيحصل ايه؟ تتخذلي، تنكسري، تتصدمي. ليه؟ اصل معليه السقف قوي. في مين؟ في بشر. اللي هم ايه اصلا؟ اللي هم ناقصون كلنا، كما قال ابن القيم الخلق ناقصون، ما كمل من الخلق الا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. فبتحصل مشاكل. ليه؟ عشان بنحب، وخصوصا احنا بقى ما شاء الله علينا النساء، اللهم بارك بقى. يعني قلوب 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 قلوب، مشاعر طالعه. إيه، اما بتحب بتحب بكل جوارحك، بتحب من صميمك داخلي جواك. بتحب مساكين احنا طيبين. ولو اللي قدامك ما قدرش كميه الحب دي او عطاكي الاشباع العاطفي ده، بتتبلي. وتبقي لسه صغيره مش باين عليها، مش باين عليها بقصص دي خالص، تقول لك عندها 80 سنه او انا حسن خلاص. ليه؟ الورده والسقيه بتاع قلبها من العاطفه لم يسقى. فتنصدمي، تتبلي، تعملي. عشان راميه كل احتياجك على بشر. طيب. مين يمدك؟ الله عز وجل. مين يكفيكي؟ الله عز وجل. ايوه بس احنا برضو بنحب نسمع الكلمه الطيبه، صح؟ بنحب نسمع شكرا، كتر خيرك يا ست الكل، تسلم ايدك، ده انت نور العيون، ده انت على الراس ان شاء الله. حد بيسمع كده ما حدش يجاوب طبعا، يعني ما حدش يجاوب. فتحصل مشاكل. خلينا ما نقول احنا ما نعرف السبب نروح العرض. العرض الحزن، الصوت العالي، دايما في خناق. ايه سببه؟ سببه عدة مشاكل حصلة. تعالى عدت كذا حاجة فيها كده، وأنا بقول أنا هقول الحل، يعني مش هستنى نعدد ونكتئب، مش عايزين كده النهاردة، احنا عايزين نفرح النهاردة. بس نقول السبب وإيه الحل بتاعه؟ أول حاجة ممكن تسبب مشاكل ما بين زوجين بطيئين كانوا بيحبوا بعض وبعدين حصل مشاكل. كل واحد عايز يغير التاني. عايز يغير طريقة تفكير التاني. عايز يغير لبس التاني، عايز يغير طريقة أسلوبه مع الأهل أو الخير أو الغير أو اللي بره أو اللي جوه. طيب الحل إيه؟ الحل إن أنت في البداية لما تيجي تختار تكون واضحين. أنا حابب واحد اتنين تلاتة في شريك حياتي، ماشي الناس المقبلة بقى. أنا حابب كذا 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 ومش حابب كذا. فلو اللي قدامك مش بالسمت اللي أنت عايزه، مع السلامة حبيبي، بابي وفوت 1700 جمل. لكن هنصلح، اصل بكره يتغير، اصل هخليها مش عارفه تقلع حجاب وتلبس حجاب، ايا كان. لا اصل انا عايزها رفيعه فممكن اعمل لها نظام. اللي انت عايزه اختاره من البدايه. لكن ان انا اخد حد واخليه يتعلق بيا عاطفيا وارجع انت مش عاجبني، لازم تتغير. اصل مش عارفه انت شكلك، اصل كده، اصل مش عارفه في ايه، في سوق الحريم، الكلام اللي بيسمعوه النساء. يحطم 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 يحطم. وما تبقاش عارفه فيه ايه. تقول لك هو كويس بيصرف على البيت والاولاد وبتاع، بس هو كسرك. بس انت من جوه متألمه. بسبب ايه؟ نقد نقد نقد. ليه؟ اصل انا عايزه اغير. لا شكرا. فالبنات كم واحده بنوته النهارده موجوده معانا؟ مفيش حد بقى، مفيش حد مقبل، كله متزوج بقى. اثنين اثنين الاولاد، تمام، نادرة. طب البداية انت اختار اللي انت عايزه، وانت اختار اللي انت عايزاه. مفيش حاجة اسمها اصلا هغيره بعد كده، صعب. صدقيني انا جاية لك من المستقبل، بصي جاية لك شايفاه، جاية لك من المستقبل وجايبة لك الخلاصة. موضوع ان انا اسعى للتغيير ده ثبت فشل. الا اذا بصوا الشخص ذات نفسه من جواه هو عايز يتغير. تمام، في حد مستخبي هنا نشوفه؟ لا ما فيش، الحمد لله. الا اذا الشخص
الشخص ذات نفسه هو انا حاسس ان في امور معينه فعلا مش صح وانا حابب اغيرها فانا هغيرها. خلاف كده لا، انسوا، ما بيحصلش. يبقى السعي لتغيير الاخر هيسبب عليه نوع من انواع النقد، لوم، احساس بقله القيمه، مش شايفك مالي عيني وانت مش شايفاه مالي عيني، فتحصل مشاكل. طيب حاجه ثانيه بيقع فيها برضه البنات، يبان العيب في فتره الخطوبه وتتغاضى عنه، وتيجي بقى بعد 6 أشهر مثلا ولا 10 شهرين مثلا وتقول لك في مشاكل. طب ما يا بنت الحلال، ما انت شفتي في الخطوبه وتبان لك الامر. ما فمش الا نفسك بقى، فالنقطتين دول مهمين.